بطبيعه الحال داكشي اللي قلت لك من حد كتشوف هاد الناس هادو الا وكتقول راه كتقول راه باقي خويا حي فهمتي وهذا ما كيزيدك غير قوه وكيزيدك فخر فخر على 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 على, على اسم وسيله لان هاد الناس كلها جات باش كترحم عليه وكتفكروا وهذا هذا افتخار لينا حنا افتخار للعسيله وعائله عسيله بهاد الناس وهاد الناس اللي حضرات وكنشكر هاد الناس اللي ساهموا كلهم في هاد التظاهره هذه هاد التأبينيه كنشكر الجمعيه ديال السي محمد القنطار الجمعيه ديال فضاله وكنشكر هذوك الدراري ديال الجاليه ديال الجاليه ديال المغرب حتى هما اللي كانوا حتى هما مساهمين مساكن في التبينيه وشكرا للجميع. وهو النجم الاول والثاني هو فراس عسيله في المحمديه لا كتقول مدينه المحمديه الا وكتقول فراس عسيله هذا اليوم جميل لانك هذا التأبين ديال السي حسن عسيله مشرط اللي عطى الشيء الكثير للكره المغربيه كنظن بان هذا شيء قليل اللي قامت به هذه الجمعيه باش رجعوا الجميل لهذا اللاعب لان كما كيعرف الجميع ما نهضرش عليه كرويا ولكن نهضر عليه كاخلاقيا وتربويا لان عشنا معاه كصغار كنا كنشوفوا واحد الانسان اللي منضبط انسان اللي خلوق انسان اللي الا وكتلاقى معاه وكيعطيك واحد بعض النصائح اللي غتخصك في المجال الكروي ديالك كنظن شكرا للجميع اللي جاوا صدقوا الرياضه اللاعبين القدامى قدماء شباب المحمديه الجمعيه اللي قامت بهذه البادره هذه كنظن بانها خصها تتكرر ان شاء الله. واو هذه المناسبه هذه كتفكرنا بالمرحوم عسيله اللي عزيز على قلوب جميع الفضاليين وجميع المغاربه كنترحموا عليه في هذه المناسبه وكنتمناو هذه الذكرى هذه تبقى تكرر وتكرر الرعد رحمه الله لانهم هادو معلمه في فريق شباب المحمدي ومعلمه لمدينه المحمديه بالتالي هذه سياسه الاعتراف هي سياسه حميده وكنتمناو ديما تكرر ان لي زونسيان جوار كما بغينا دائما تفكرهم لانهم هما اللي عطاو الصوره لمدينه المحمديه وعطاو الاسم لمدينه فضاله الحمد لله كتشوف الوجوه شحال هذه ما شفناهم بحكم العمل بحكم البعد المسافه شفنا الاخوان هذه مناسبه نتمناو من الله سبحانه وتعالى ان تتكرر وشكرا للجريده ديالكم بالمناسبه والحضور ديالكم اللي دائما متعلقين في المجال الرياضي شكرا. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة MDGS نربح الرياضة.